retinoblastoma, retina here, retina of the eye, blast here, immature cell, oma معناها tumor, فهو tumor arising from immature retinal cells. الكيس اللي مجابينا اياه طفل عمره سنتين from a rural community present with a pediatrician after his parents notes a white reflection in both of his eyes in recent pictures. ده يطقون صورة زينها صورة جيت من النت شافوا انه هو طبعا ردة فعل طبيعي انه يعني من عرض فلاش على العين تطلع لونها احمر زين حتى بالإكزامنيشن المفروض تطلع حمراء بس انه هذا الطفل من تقول صورة لقوا انه لونها ابيض تمام بدل اللون الاحمر لونها ابيض فيقول انه ان وايت ريفليكشن ان بوث اوف هيز ايز عيوناته اثنيناتهم مو بس وحده الريسنت بكشر اكو وايت ريفليكشن من يعرضون عليه فلاش يطلع لونه ابيض مو لونه احمر الطبيعي انا بصالماجيك انا بصالماجيك اكزام ريفيلز بايلاترال ليكوكوريا ليكوكوريا معناها وايت بيوبل ليكو معناها ابيض كوريا معناها بيوبل فهو يعني البؤبؤ يكون مو لونه ابيض وانما لما نعرض عليه ضوء راح يظهر لون ابيض زين لان هو بسبب هذا التيومر يعني زين نستاغماس اللي هي موفمنت اوف ذا اي زين والاسترابزماس انه اللي هي الحول زين يقول وين اسك اباوت ذا فاميلي هيستوري اوف ا مالجنسي ذا فادر ريبورتس لوزينج ا براذر اون تو ان اي تيومر وين هي واز ا تشايلد يقول فقد شقيقه يعني هو الاب فقد اخوه بسبب انه هو عشان عنده تيومر بالاي تمام يقول which of the following cell regulatory process is most likely impaired فيعني هو من المفروض من الكلينيكال برزنتيشن والهيستوري مالته عنده مسبقا مالجنسي ومن انه فيزيكال اكزامينيشن تقدر تشوف تطلع بيضه يعني اكو هنا في تيومر تمام فيعني الدايجنوسيس هو ريتينوبلاستوما تمام ريتينوبلاستوما زين شنو الميكانيزم اللي خلت لي هذه يقول which of the following cell regulatory process is most likely impaired زين هي ريتينوبلاستوما هو شنو عندي اني بالاحرى عندي اني على مود يصير تيومر اوكي لما يصير تيومر عندي التيومر سبرسار جين زين وعندي الانكوجينز الانكوجينز خليه نعوفها هسه حاليا نوعي تيومر سبرسار جين وظيفه طبيعيه مالته انه هو انهبت بصوره طبيعيه انهبت الجراف تمام من اسمه تيومر سبرسار جين يعني هو انهبت هاي يسوي سبرشن للتيومر لكن اذا لا سمح الله وفقدت هذا الجين زين التيومر سبرسر جين فقدته بالتالي انا ما حسوي انهبت الجراوت فراح يصير عندي شنو التيومر تمام راح يصير عندي تيومر هذا التيومر سبرسر جين بالريتينوبلاستوما هو اخذوا اسمها سموه على اسمه يعني سموه ريتين يعني ار بي زين هو هذا الجين هي شي اسمه زين وحطوا يمه واحد زين فهذا الجين هو تيومر سبرسر وظيفته طبيعيا تيومر سبرسر جين اذا صارت بي ميوتيشن اذا صار يعني لوس اوف فانكشن هذا الجين ايش راح يصير عندي تيومر خليني نجي هنا نمسح صارت هوسه التيومر سبرسر جين اللي هو هنا موضوعي الريتينوبلاستوما زين حط يمها واحد هذا هو الجين هذا جين شي يسوي بصورة طبيعية يسوي انهبت يعني هو سبرس للتيومر زين اذا اني صار عندي loss of function يعني هذا الجين مدى يشتغل وياه ايش راح يصير عندي راح يصير عندي تيومر زين احنا عندنا اليين من الام واليين من الاب تمام هاي طبيعة التيومر سبرسار جين إذا كان one mutant allele يعني فقط هذا الاليل صار بميوتيشن الجين اللي هنا يكفي عنه الجين الموجود بالاليل الثاني يكفي عنه بالتالي يعني ما رح يصير عندي تيومر تمام ما رح يصير عندي تيومر بس في حالة لو في حالة انه أنا عندي الجينين both alleles زين الاليلز يعني الاليل اثنيناتهم هذول يعني الجين اللي موجود بهذول الاليلين صار بهم ميوتيشن راح يصير عندي loss of function
تمام، فقط اثنيناتهم، اذا واحد ما راح يصير شيء، فقط اثنيناتهم both اللي صار بهم mutation راح يصير عندي loss of function لل tumor suppressor gene، يعني ما راح اسوي suppression tumor بالتالي راح يصير عندي tumor. زين، طبيعة الهيرتنس أو السيناريو اللي يجيني عندنا هي هاي الريتينو بلاستوما، عندي يا أما تكون يعني هيرديتاري وراثية أو غير وراثية. يعني شنو؟ يجي الطفل للدنيا هذا يعني هذا سعيد، أوكي وش ما بي نورمال كومبليتلي نورمال. زين، مرة بحياته صادفت له في الميوتيشن معينة، صارت له ميوتيشن بحيث انه صار عنده شنو قليل واحد بخلل، وبعد مره ثانيه اجت ميوتيشن بحيث انه الاليلين اثنيناتهم هنا الجينات اثنيناتهم اللي بالاليلين ياتهم ضربه، بحيث انه ايش راح يصير عندي هنا؟ راح يصير هنا لوس اوف فانكشن المن للار بي 1 اللي هو الريتينوبلاست، يعني هو هذا الجين اللي هو تيومر سبرسر جين. زين، ريتينوبلاست جين هذا اول سيناريو نيجي نورمال. او النوعيه الثانيه تكون نون هيريديتري، تكون هيريديتري، هاي نون هيريديتري. الهيريديتري يعني الوراثيه، انه خطيه هذا الطفل سوء حظه يجي اصلا للدنيا عنده اليل بي ميوتيشن. زين، هذا الاليل عنده تعبان، أبو أمه طهيا هدية من إجل الدنيا، فبعدين وتعرض للميوتيشن، أوكي تعرض للميوتيشن بحيث هو أصلا عنده واحد تعبان النوب هذا هم أطل، فش صح يصير عندي لوس أوف فانكشن، فانكشن مال منو؟ مال التيومر سبرسار جين اللي هو من وين؟ الهيروتينوبلاستوم وين. زين، فهل الصورة عندي هذني شكلين، هذني سيناريوهات اثنين. فهاي الظاهرة من انه انا مرة صارت ميوتيشن ومرة ابكشن دا اضرب، يعني هنا انا يعني مو دا اضرب وانما دا مرة صارت ميوتيشن ومرة صارت ميوتيشن، انا احتاج تو ميوتيشن، فيسموها تو هيتس هايبوثيسيس، نظرية طلعها عالم يقول انه انت التيومر سبرسر جين حتى يصير لوس اوف فانكشن تحتاج تو كوبيز او تو اليلز تو بي يعني تو اليلز يصير بهم ميوتيشن، يلا تظهر هاي الصفة. اذا ما فهمتوا صح نجي نقرا كلام. فهو هنا ايش يقول؟ يقول الليكوكاري هي برينسيبال مانيفيستاشن اوف ريتينوبلاستوما، يعني ريتينوبلاستوما يجيني عندها الامور. زين، البرينسيبال مانيفيستاشن مالتها الليكوكاري هي موست كومن انتراكولار مالجنسي ان تشايلد هود، يعني داخل العين تيومر، وهذا التيومر يعتبر خبيث مالجنسي، هي كلش موست كومن. يعني الهيريديتري فورم مالت، يعني شنو هيريديتري؟ الهيريديتري هنا هو مسوينا برزنتيشن مالتها. يقول الهيريديتري انه الريتينوبلاست typically involves both eyes، هنا البرزنتيشن مالتها يكون يشمل العيون اثنيناتهم، caused by germline mutations in the retinoblastoma gene، okay RB1 gene. والنون هيريديتري فورم اوف ريتينوبلاستوما انه هو عبارة عن sporadic mutation، يعني acquired mutation in the RB1 gene. The presentation مال النون هيريديتري هو شنو؟ يونيلاترال او يونيفوكال ديزي، يعني يجي على جهة واحدة. زين، لحد ما مفهوم، خلي يجي اول شنو نعرف هسه شنو هو هذا الار بي 1 اللي هو تيومر سبرسر جين ريتينوبلاستوما بروتين، اوكي حتى يعني يسموه بلاستوما. زين، encoding for the retinoblastoma protein، هذا البروتين هو شنو؟ restrict the cell's ability to progress to the S phase اللي هو replication phase of the cell division cycle by binding to transcription factor. شوية أنا عندي cell cycle، عندي ال cell cycle تمام، عندي أنا أو من يصير mitosis. زين، تدخل عندنا بيما بال G1 وراها S وراها G2. ال G1 اللي هي شنو؟ هي شنو فكرة السيل سايكل؟ عبارة عن خلية سعيدة اجت للدنيا، هاي ام بون اجت للدنيا، فهي متى تجي للدنيا ايش راح يصير بها؟ راح يصير بها جراو، اوكي تكبر اوكي، هاي كبرت عصاص، وراها ايش راح تسوي؟ تنقسم الى خليات اثنين صغار. زين، هاي هي هاي، يعني هي كل خلية تجي للدنيا همها تكبر وبعدين تنقسم، هي هاي دورة حياتها، يعني هي شيء.
اكو اختلافات بين الخلايا. فالسيل سايكل ان هنا شنو هاي الميتوسيس يعني صار هنا اكو ديفيجن، فهاي الفتره كلها ايش راح يسوي؟ راح يسوي بيها جروث يعني تكبر وهي جهه الامور زين. فاني على مود انتقل من الجيوان الى الاس 1 انه لازم اتاكد انه اكو شغلات اكو هاي يسموها تشيك بوينت، تمام؟ اكو شغلات انا اشيكها قبل لهنا. فمن ضمن التشيك بوينت اللي هو من وعدنا هنا الار بي 1 تمام، يعني هذا جي موجود هنا اللي هنا اللي هو شي يسوي انا على مود انتقل من الجي 1 للاس عندي راح اسوي اكو ترانسكريبشن فاكتور اللي هو الاي 2 اف او اسمه اي اف 2 زين. اي اف 2 هذا الجين او هذا هو شنو هو هذا ترانسكريبشن فاكتور، ترانسكريبشن فاكتور صورة طبيعية يجي يرتبط ب التيومر سبريسر جين اللي هو عندي هنا الار بي 1 زين، يرتبط ب بحيث اذا يعني الخلية مثلا به اشكال معين يرتبط به ويمنع الترانسكريبشن يعني يمنع دخول الخلية بالاس فيس يمنعها زين. بس اذا هذا ما ارتبط به يعني هذا مثلا صارت بي ميوتيشن زين، هذا تيومر سبريسر جين صارت بي مشكله اوكي صار بي مشكله ما صار له بايندينج، الترانسكريبشن فاكتور راح يكمل وراح يدخل بالاس فيس، يا خليه تجي دخلها بالاس فيس، يا خليه تجي دخلها بالاس فيس وتكمل وتسوي ديفايدنج يعني اس فيس ونبري 2 ديفايد اس يعني جي 1 والاس وجي 2 ديفايد لحد ما يكون لي الخلايا كليه ويصير عندي تيومر زين. فيعني اتمنى ان تكون وضحت. فاذا انا بصوره طبيعيه عندي هذا هو كجين او بروتين هو يمنع يعني restrict the cells ability to progress to the S phase the replication phase عن طريق شنو؟ ارتباط الترانسكريبشن فاكتور. بس اذا صارت بهذا هذا التيومر سبريسر جين اللي هو هذا نفس الار بي 1 اذا صارت به مشكله ما حيرتبط، بالتالي ما راح يسيطر على الترانسكريبشن فاكتور، والترانسكريبشن فاكتور هذا الاي اف 2 راح يطلع قبض بالخليه ويخليها تدخل بالاس فيس، ونهايه الاس فيس انه هو جي 2 يعني وديفايد وراح يتكون الخلايا. When both alleles of the gene are affected لما أنا هنا عندي both alleles مال هذا الجين هي تكون affected يسموه T-hit model loss of activity of the retinoblastoma protein results okay results in a cell cycle dysregulation and the intraocular malignancy. فأنا هنا أحتاج both alleles يصير بهم mutation أو يصير بهم يعني هم of the gene are affected okay يلا تظهر الأعراض أو يلا يصير عندي loss of function. فهنا حاط لي مثال على الهيريديتاري ريتينوبلاستوما انه خطا يجي للدنيا عند هذا الجين صارت له فدي ميوتيشن معينه او بطريقه معينه بحيث ان الاليل الثاني هم صار بدمج زين اوكيشنال انكتيفيشن اوف اذر فانكشنال ار بي جين كوبي، فبالتالي حيصير عندي تيومر فورميشن. فهاي هي learning objective انه retinoblastoma is the most common intraocular malignancy قلناها الابثالميك ophthalmological exam reveals the leukocoria هي كلش مهمة caused by loss of function mutation يعني اني طبيعة الميوتيشن فقدت وظيفة ما منو التيومر سبريسر جين اللي هو retinoblastoma protein caused by tumor suppressor gene هو هذا RB1 هو هذا الجين يعني This protein binds to the transcription factor يعني هو هذا retinoblastoma protein يرتبط transcription factor EF2 and restricts transition from G1 phase to S phase of the F cycle of the cell cycle زين. إذا أنا أصلا عرفت transcription وحدة ماكو أحد مشلب بي زين يركض وحدة فحيخلي خلايا كلية يصير بيها division وهالأمور. هنا بس انه الفيس 8 هاي من الفيس 8 قالين انه هو يا كروموسوم 13 زين. انا شلون حافظتها هي مو ار وبي يعني سامي اريد اكتب البي شو اقول هيجي يعني 1 و3 حتى الار مو هيجي تقريبا ار فهي يعني 13 هاي جبتها من هايزون اللي يقول تو هيت هايبوثيسيس يعني شنو يقول انه بون كوبيز اوف تيومر سبريسر جين ونحتاج 2 كوبيز من تيومر سبريسر جين يسوي لهم ان اكتيفيشن يلا يصير يعني كانسر
فانا كلام يعني ما شفت احد موضح احسن يعني مو احسن من ما شفت خيره يعني كاتب ديفيد سمح حكي التفاصيل هاي صار شيء يقول يقول اني كانسر سندروم ذير از ان هيرتد بريد ديسبوزيشن تو تيومر فورميشن يعني عندكم تيومر اكلابد انه فيت يعني لها علاقه بالجينيتيك والامور ان ذيس انستنس جان ناين ميوتيشن يعني احنا مو قلنا ريتينا بلاستوما اكو هيريديتري واكو نون هيريديتري تمام الهيريديتري يعني شنو يعني انه اني اصلا هو ينولد عندنا ميوتيشن خطيه انه بنقول جان ناين ميوتيشن از هيرتد از يعتبر يعني مثلا الهيرتنس هي اوتوسومال دومينانت فاشن هناك ريتينج وان اليل بس راح شنو يجي هذا الطفل بالهيرتنس يجي هو اصلا عنده خطيه اليل واحد بمشكله والاليل الثاني ما في شيء زين inactivating one allele of autosomal dominant recessive gene. بعدها يقول إذا second allele inactivated by somatic mutation or by epigenetic silencing is given a cell, this will lead to neoplastic growth. تمام؟ يعني إذا second allele affected by something, okay؟ يعني إذا هذا allele ثاني صار mutation أو إنه هو صار يعني شلون يعني صمت أو شيء بحيث إنه صحيح يسوي نسوي neoplastic growth, okay؟ يعني بعد إنه صار both alleles are affected. هاي بنحط هاي نظرية مال two hit model اللي هو هذا نيوتن. تمام؟ حطنا هالنظرية. This thus the defective allele in the germline is transmitted in a dominant mode. تمام؟ فهي تنتقل يعني من جيل لآخر عن طريق autosomal dominant. هاي كانت في البدايه مال الين زين لكن يقول انه مثلا التيومر جينيسيس ريزلت فروم شنو باي الين كلوز اوف تيومر سبس جين لازم افقد الين اثنيناتهم زين هاي ما نشوفها نشوفها بالريتنا بلاستوما تمام قلنا سري اما سبوراتيك او هيريديتاري هيريديتاري واضح حشيناها بينما سبوراتيك لا انه بوث كوبيز اوف ريتنا هو يجي طبيعي الين اثنيناتهم كل شيء ما بينهم بس تجي يعني ميوتيشن اثنين تمام من نانو يصير بوث كوبيز اوف ريتنا بلاستوما جين ار انكتيفيتد ثرو تو سوماتيك ايفنتس تمام الهيريديتاري ريتنا قبل كده نزل بوث كوبيز مال سبوراتيك ريتنا بلاستوما انه يصير شنو انكتيفيشن زين اما الهيريديتاري لا واحد الهيريديتاري فروم يعني اوتوسومال دومينانت والثاني انكتيفيتد باي سوماتيك ميوتيشن فهاي يعني يسموها هيك تو هيت موديل